نرحب بضيفي حلقتنا، نرحب بالأستاذ محسن حسن الباحث الاقتصادي من تونس. سيد محسن حسن مساء الخير ونشكرك للانضمام إلينا في هذه الساعة. أبدأ معك بالسؤال المباشر، لماذا حصل هذا العجز في دفع الرواتب؟ مرحبا أستاذ، شكرا على الاستضافة. وحقيقة الوضع الاقتصادي والمالي في تونس خطير وخطير جدا، وكل المؤشرات تؤكد أن تونس تمر بأزمة اقتصادية ومالية خانقة وغير مسبوقة. وتجليات هذه الأزمة هي عديدة، ومن بين التأخر في صرف الأجور لعديد الأسباب. أولا، من بين الأسباب الرئيسية لهذا التأخر ارتفاع كتلة الأجور في تونس. أجور الوظيفة العمومية بلغت هذه السنة أكثر من نصف موارد الدولة، ما يعادل تقريبا 21 مليار دينار، أي يعني ما يمثل 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أرفع نسبة في العالم للأسف الشديد. وهذا يعود بشكل كبير وكبير جدا إلى ضعف النمو. عندما يتراجع النمو، تونس لم تتمكن من تحقيق النمو الكافي خلال السنوات الماضية، فإنه طبعا نسبة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي تتراجع. ثم ثانيا، السبب الثاني والرئيسي هو ما تعرفه تونس من أزمة مالية خانقة. سنة 2022 ميزانية الدولة قررت اللجوء للتداين الداخلي والخارجي. هناك يعني مجمل القروض المبرمجة في ميزانية الدولة لسنة 2022 تقدر أو تعادل تقريبا 7 مليار دولار، من بينها 2.5 مليار دولار تقريبا ديون داخلية، والباقي هي ديون خارجية. بالنسبة للديون الداخلية المقدرة ب 7 مليار دينار تونسي، يعني الوضع على في النظام المالي والمصرفي التونسي الخطير وشح السيولة، ويعني جعل من الصعوبة بمكان تمكن الدولة من تعبئة الموارد الضرورية. الآن تونس غير قادرة على تعبئة الموارد المبرمجة من السوق الداخلية بالقدر الكافي، وبالتالي ليس لها الإمكانيات المالية. هو المثير سيد الداخلية. نعم المثير. نعم. سيد محسن حسن، واعذرني على المقاطعة. المثير. نعم. أنه يعني حجم الرواتب كان موجود. نعم. خلال. نعم. السنوات الماضية ولم يحصل. نعم. هذا العجز، لماذا الآن ولم يكن السنة الماضية ولا. نعم. السنة التي قبلها مثلا؟ نعم، هو الحقيقة سأضيف يعني سأجيب على سؤالك من خلال الآتي، وأن تونس في السنوات الماضية تمكنت من تعبئة موارد خارجية في إطار التعاون الثنائي مع البلدان الصديقة، أو في إطار التعاون متعدد الأطراف، أو أيضا من المؤسسات المالية العالمية. الوضع السياسي الآن في تونس وغياب هذا الحالة الاستقرار السياسي جعلت من الحصول على تعبئة موارد مالية خارجية شبه مستحيل. تونس في ظل هذا الوضع لن تتمكن من الحصول على اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي، لأن صندوق النقد الدولي اشترط أن يكون برنامج الإصلاحات المقدم هو برنامج ذو صبغة تشاركية، أي بمشاركة الفاعلين السياسيين والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني، وهذا لم يتوفر. وتعلمون جيدا أخي العزيز أنه في صورة عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فإن تونس لن تتمكن من الحصول على قروض من بقية المؤسسات المالية العالمية، ولا أيضا حتى في إطار التعاون الثنائي، ولا السوق المالية العالمية. إذن باب التداين الخارجي مغلق بسبب الأزمة السياسية وبسبب غياب التوافق حول حزمة الإصلاحات المطلوبة، بالإضافة للصعوبات التي ذكرتها فيما يتعلق بالتداين الداخلي وشح السيولة والصعوبات التي تعترض النظام البنكي. إذن صعوبة التداين الداخلي والخارجي جعلت من قلة الموارد واضحة في تونس، وهو ما أدى فعلا إلى تأخر صرف الرواتب، وما أدى إلى أن الدولة تستعمل القرض الجزائري الذي كان من المفروض أن يوجه للتنمية لسداد الأجور، وجعل أيضا من الدولة تلتجئ إلى مؤسساتها العمومية كالبريد التونسي للاقتراض
حتى تتمكن من سداد الأجور. يعني اليوم وقد وقع سداد شهر جانفي، أنا أتساءل كيف يمكن أن نواصل على هذا النسق، وكيف يمكن أن نوفر التمويلات لنفقات الدولة من الأجور ومن المواد الأساسية التي بدأت تفتقد في السوق التونسية إذا لم نتوصل إلى حلحلة للوضع السياسي وإلى التوافق حول حزمة من الإصلاحات تقدم إلى صندوق النقد الدولي، ونتمكن على أسرها من الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، وكذلك الحصول على يعني قروض من بقية المؤسسات المالية العالمية ومن الدول الصديقة والشقيقة. باب التداين مغلق الآن في وجه تونس ما لم يحصل هذا التوافق السياسي حول الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي. تونس إذن يعني تعيش أزمة غير مسبوقة، أزمة خطيرة وخطيرة جدا، قد تكون لها تداعيات على السلم الاجتماعي في قادم الأيام. هو المخيف سيد حسن أنه أيضا كما أشرت حضرتك الآن تم سداد شهر جانفي والمتأخرات السابقة بالقرض الجزائري وبأموال البريد التونسي. ماذا بخصوص شهر فبراير؟ لا توجد أموال لا في البريد ولا القرض انتهى. السؤال أنه هناك صعوبات حقيقية. نعم بالتأكيد هي صعوبات الحقيقة، وهذا ما يخيف التونسيين على بلادهم وليس فقط على الرواتب، مع العلم أن هذه الأموال أموال البريد أخذت بدون إذن كما يقول البعض، بدون إذن أصحابها، لأنه الآن لو يذهب مواطن تونسي لاستلام أمواله سيقال له لا توجد أموال. من الناحية الاقتصادية أسألك، من الناحية الاقتصادية كيف سينعكس هذا على الأمان المصرفي عموما؟ هو للتوضيح فقط أستاذ صالح، يعني ومن باب الأمانة العلمية، البريد التونسي وكغيره من مؤسسات البريد في العالم هو أحد الأذرع المالية للدولة، والدول تلتجأ للاقتراض من المؤسسات البريد أو من مؤسسات المالية، ولكن التخوف هو أن يصل حجم هذا الاقتراض إلى مستوى كبير مثل ما حصل الآن. وهنا يدفعني إلى قول بأن هناك حقيقة مخاطر على النظام المالي والمصرفي التونسي لو واصلت الدولة اللجوء إلى يعني الاقتراض الداخلي. تعرفون أن الاقتراض الداخلي للدولة من خلال تمويل السندات التي تطرحها الدولة في السوق المالية يرتفع سنويا ب 17% في السنوات الأخيرة، وهذا خطير جدا، يكون على حساب تمويل المؤسسة وتمويل الأفراد، ويكون له تداعيات خطيرة جدا على سلامة السلامة المالية والصلابة المالية للمصارف التونسية وللنظام المالي والمصرفي التونسي. إذا لو تواصل الأمر على ما هو عليه، ولو تواصل لجوء الدولة المفرط للتداين الداخلي، لا أكيد جدا ستكون تداعيات سلبية على البنوك التونسية من خلال عدم قدرتها أولا على تمويل المؤسسة والأفراد، وبالتالي تراجع الاستثمار والاستهلاك كمحركات أساسية، ولكن أيضا ستكون لها تداعيات سلبية على صلابة البنوك المالية لأنها تجاوزت القواعد والخطوط الحمراء في مجال تمويل الدولة التونسية. الحل في اعتقادي يا أخي صالح هو أنه لابد أن تستفيق القيادة السياسية في تونس، ولابد أن نذهب لحوار وطني اقتصادي بمشاركة كل الأطراف حتى نتفق على برنامج للإنقاذ الاقتصادي والمالي وحتى السياسي أيضا. تونس لا يمكن أن تستمر على ما هو عليه، تونس بلد غني بإمكانياتها البشرية وإمكانياتها وثرواتها أيضا، ولكن من المؤسف جدا أن تعيش هذه الأزمة الحقيقية جراء خيارات سياسية خاطئة وجراء توجهات ليست محل رضا شركائنا لا في الداخل ولا في الخارج. من المثير أيضا سيد محسن حسن، وأنت أشرت إلى نقطة في غاية الأهمية، أن الحل في الأزمة السياسية هو الحوار، والحل في العجز الاقتصادي هو الحوار أيضا، أو مدخل على الأقل للحل. الحل للإنقاذ الاقتصادي والمالي هو الحوار الاقتصادي، والحوار الاقتصادي يكون مع الفاعلين الأساسيين من منظمات وطنية ومن مجتمع مدني ومن أحزاب سياسية ومن كفاءات اقتصادية حتى تقع بلورة برنامج للإنقاذ الاقتصادي يكون محل وفاق. اليوم تونس ليس لها من مفر سوى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وصندوق النقد الدولي
يعني يضع شرط أساسي هو التوافق الوطني والبعد التشاركي في طرح الحلول الاقتصادية والإصلاحات الاقتصادية العميقة والشاملة التي يتطلبها وضع تونس الحالي. ليس لنا من مفر وليس لنا من خيار سوى الحوار الاقتصادي وبلورة برنامج إنقاذ اقتصادي ومالي وطني بالإضافة إلى برنامج إنقاذ اقتصادي. لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه في تونس العزيزة. يعني أنا أعرف يعني هذه الأزمة غير مسبوقة في تاريخ تونس، لم نصل إلى هذا المستوى من الحيرة ومن انعدام الثقة بين كل الفاعلين وكل الأعوان الاقتصاديين في تونس. لابد من حلول، وأول هذه الحلول الحوار، حوار أبناء الوطن الواحد، حوار الشجعان، حتى نجد حل المعضلات الاقتصادية والمالية. وأؤكد أستاذ صالح وأن تونس اقتصادها متنوع ولديها من القدرات ما يمكنها من العودة من بعيد ومن بناء اقتصاد قوي قادر على المنافسة وقادر على الصمود أمام الأزمات وأمام الهزات التي يعرفها العالم. الأستاذ محسن حسن الباحث الاقتصادي كنت معنا من تونس، نشكرك على كل هذه المعلومات والإضافات القيمة، شكرا جزيلا لك.